خلونا، يمكن كنت امبارح بقول لكم واحنا في لقائنا مع الدكتور طارق فهمي على مسألة الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأوكرانية الروسية، سميها زي ما تحب تسميها. عايز تسميها أنه أوكرانيا هي مجرد أرض للنزاع، ولكن هي أزمة روسية غربية بتعبير آخر قد يكون ذلك. وحطينا حتى المقاربة أنه أليست هذه الأزمة شبيهة بأزمة الصواريخ الكوبية 62؟ خلونا نحاول نفهم أكتر على هذه الأزمة، وإلى أين أو إلى أين سوف تستمر وهتلقي بظلال سياسية عاملة إزاي على المنطقة. خلونا ناخد معنا على التليفون المحلل السياسي تيمور دويدار من روسيا. أهلا بيك. تحياتي يا أستاذ الكرام. مساء النور، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، تحت أمر حضرتك. الحمد لله. إحنا كنا بنتكلم على يمكن الأزمة التي يتحدث عنها العالم، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية. هل يصح تسميتها بالأزمة الروسية الأوكرانية أم إنها أزمة ما بين روسيا وما بين الناتو بالأساس؟ لا، هي بالأساس أزمة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية التي تتزعم الحلف الأطلسي. ايضا بنفس السياق، طلب من الكرملين الى منظمه التعاون والدفاع الاوروبي لاعاده النظر في بنود الاتفاقيات الاربعه الموقعه، وايضا الولايات المتحده موقعه في هذه الاتفاقيات بخصوص الامن القومي لكل الاطراف في القاره الاوروبيه. هل الأمر متعلق فقط بمسألة عدم دخول أوكرانيا للناتو، عدم وضع قواعد للناتو داخل أوكرانيا، أم أن روسيا تريد المزيد؟ لا، موضوع أوكرانيا، شوف، أوكرانيا ضحية في هذا الخلاف، لأن بعد الانقلاب في 2014 في كييف العاصمة الأوكرانية وبتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية للانقلابيين، وضعوا اعادوا صياغه الدستور، وضعوا في الدستور ان اوكرانيا متجهه الى حلف الاطلسي. وذلك خط احمر بالنسبه لروسيا، والذين وضعوا ذلك يعلمون ذلك تماما، ومسؤولون على التداعيات كلها مهما حصلت. انما الطلب الوحيد من روسيا الاتحاديه لاوكرانيا تنفيذ بنود الاتفاقية مينسك برعاية الرباعية روسيا، أوكرانيا، ألمانيا وفرنسا، المصدق عليها من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة. طيب، هنا يجي سؤال: لماذا اتخذت روسيا مثل هذه القرارات المتعلقة بحشد عسكري ثم الانسحاب منه، التهديد المستمر لأوكرانيا، في حين أن هناك دول أخرى على نفس ذات حدود روسيا الاتحادية وهي عضوة في الناتو؟ هل روسيا تفعل ذلك لأن لديها، على سبيل المثال وحضرتك الذي سوف تقوم يعني بتفهمنا ذلك أو إفهامنا ذلك، أنه هي تريد إلغاء قانون كاتسا؟ لا، قانون كاستا هذا موضوع آخر تماما، لا يخصنا في هذا الأمر تماما. إنما ما يخصنا سقف طلبات الكرملين مرفوع إلى سحب كافة البنية التحتية والعتاد والجنود الأمريكيين بالتحديد من كل الدول في أوروبا الشرقية والجنوبية إلى ما قبل 1997، وهناك طلبات عديدة أخرى. أوكرانيا لن تكون ضمن حلف الأطلسي مهما حلمت بذلك، لأن هذا يتعارض تماما مع النظرة الروسية لأمنها القومي. وليس فقط أوكرانيا، إنما حتى كافة الدول التي موجودة في شرق آسيا، التي من دول الاتحاد السوفيتي السابق التي تجاور روسيا الاتحادية. بخصوص الدول التي أعضاء حاليا في الناتو، فالطلب الانسحاب إلى 1997، أي دول البلطيق، بولندا، بلغاريا، رومانيا، كل العالم. لماذا سيد تيمور استبعدت موضوع قانون كاتسا، في حين أنه إذا تم إلغاؤه أو المفاوضة عليه فإنه هذا أمر يصب في الصالح المباشر الروسي على المستوى الاقتصادي؟ قانون جاكسون فينيك
أطال ربما 40 سنة، أنا لا أتذكر بالتحديد متى بدأ. فنحن هنا نتفهم تماما معنى بسط العقوبات وكم يتكلف من الوقت لرفعها. هذه نتحدث عن العقوبات من قبل الولايات المتحدة، هناك عقوبات أيضا موضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي نتعاون معه. أحب أن أذكرك أن قبل 2014 قبل ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية كان حجم عملتنا مع الأوروبيين حوالي 420 مليار دولار، وبعد فرض العقوبات المتبادلة من قبل أوروبا وروسيا في اتجاههم حجم المعاملات ربما 200 مليار دولار. نحن نتحدث عن المعاملات التجارية لأن هذا أهم مؤشر في العلاقات الاقتصادية ومنها السياسية طبعا. فأنا كمدير عام لشركة ألمانية حينئذ أقر يعني أن الأمور تدهورت كثيرا بعد تدخل الولايات المتحدة في إدارة دولة أوكرانيا، ونتج ما نتج عن ذلك. بعد الانقلاب شرق أوكرانيا هذه المناطق التي يسمونها انفصاليين هؤلاء صاروا بالسلاح في أيديهم، مناطق أخرى في أوكرانيا أيضا صارت ضد النظام الحديث حينئذ بقيادة باراشينكو رئيس السابق لأوكرانيا الذي هو قبل هذا زيلينسكي. وبالتالي يعني لا شك روسيا أيدت الذين ثاروا ضد انقلاب الحكم في الدولة ودعمتهم معنويا واقتصاديا بقدر المستطاع لصمودهم أمام النظام الجديد. فالموضوع كله صراحة ممكن أن ينتهي إن نفذت كييف اتفاقية مينسك وأعلنت حيادها مثلا. لا أحد يعترض على نمو أوكرانيا مثل سويسرا أو النمسا أو فنلندا، لكن أذكرك سيدي الفاضل إن كان هناك وقت لديكم أن من 30 عام عندما انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك أوكرانيا كانت مصنفة رقم 3 اقتصاديا في أوروبا، وكان من الوقت المتوقع في 4-5 سنين أن تصل إلى رقم 1. للأسف الشديد هي دولة برلمانية والرئيس صلاحياته محدودة، والدولة محكومة ربما من قبل 4 أشخاص أوليغارخ الذين يملكون أوكرانيا ويملكون البرلمان ويحدون من قرارات الرئاسية. فالموضوع معقد في الداخل الأوكراني، والذين الزوبعة التي قامت بها الحرب المعلوماتية من قبل واشنطن والذي أيدتها كافة وسائل الإعلام الغربية وغير الغربية وصورت أن الموضوع يخص روسيا وأوكرانيا، هذا خاطئ تماما وليس له مجال من المصداقية بتاتا. أشكرك جدا جدا سيد تيمور دويدار محللنا السياسي من روسيا.